كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة مع معالي السيد يوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تتميز به من نمو متسارع وتطور كبير وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.